ده دور الناس اللي يعني الكباتن اللي زيك إن أيوة. لسه بتقول لي انت دلوقتي انت كمان الربط انك في الاكاديميه لكن مش منفصل كمان عن قطاع الناشئين، بالعكس انت قلت لي كان عندك اولاد وراحوا القطاع نفسه. احنا عندنا يا كابتن اي لعيب كويس في الفرقه أكاديمية. احنا عندنا مجموعه مميزه اللي هم المميزين قوي كل الاعمار السنيه تمام، دول بيتمرنوا مع بعض. افضل ناس فيهم بروح مثلا لكابتن امير المسؤول، كابتن امير عبد الحميد، كابتن انا عندي ولد كلم مثلا كابتن خالد بيبو خليه يبص عليه او يبعت حد يشوفه الولد ده كويس. بنبدا كابتن امير بيبدا يكتب الناس ديت او يبدا طبعا هو كده كده بيبقى معانا في الملعب وبيبدا يكلم برضو الناس في قطاع الناشئين. وبتيجي السنه اللي فاتت بصراحه جالنا مدربين تبص عليهم يعني تتفرج في اهتمام كبير جدا على فكره وفي كذا لاعب راح القطاع السنه دي من اكاديميه. ايوه ما هو يعني الاكاديميات بيبقى جاي من الشارع ما بتمرنش. الاكاديميه ده محور مهم جدا جدا هنتكلم فيه.